الإداري واجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي، فبالتالي خلينا ناخد مداخلة هاتفية سريعة ومهمة جدا مع زميلنا العزيز كريم أحمد مراسل قناة الأهلي والموجود في مقر النادي الأهلي بالجزيرة لمتابعة آخر أخبار اجتماع مجلس إدارة النادي النهاردة. يا كريم مساء الخير عليك. مساء الخير عليك زميل أمير، برحب بيك وتحياتي لكل السادة المشاهدين. أخبار الاجتماع إيه؟ هل في جديد؟ الاجتماع ابتدى إمتى؟ الحضور؟ طمنا بشكل عام على اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي النهاردة. كالعادة طبعا زميل أمير، تم الثانوية عن اجتماع اليوم بالنسبة لمجلس إدارة النادي الأهلي، لكن يمكن قبل ما ينطلق الاجتماع كان محدد إنه يكون الساعة 6 عصرا، لكن بالفعل ينطلق الاجتماع في تمام الساعة 7، لكن سبق يا أمير هذا الاجتماع وهو اجتماع لمجلس الأمناء الخاص بالشركه الاهلي الانتاج الاعلامي طبعا بالكامل، كان توظيم برئاسه الكابتن محمود الخطيب كان متواجد، المهندس خالد مرتجي، الاستاذ خالد رمضان امين الصندوق، الدكتور محمد العدل. يمكن كان في اجتماع اكيد مهم جدا نظرا للمرحله القادمه بالنسبه لقناه النادي الاهلي والتطوير القادم والبرامج الجديده وبعض الامور الخاصه بالهيكله الجديده خلال المرحله القادمه. بنحاول ان احنا طبعا يكون عندنا بعض المعلومات عن هذا الامر اللي لسه منتهي من 10 دقائق، لكن اكيد في خلال الساعات القليله القادمه جدا هيكون معانا طبعا البيان الخاص اللي هيربط اكيد باجتماع مجلس الاداره اللي هينطلق في تمام الساعه 7. امور كثيره جدا يا امير هيكون فيها طبعا الموافقه على بعض العقود الخاصه بالوافدين الجدد للنادي الاهلي، بعض الملفات الاداريه والانشائيه الخاصه بثلاث فروع، ترتيب كمان لاحتفالات عيد الاضحى المبارك خلال المرحله القادمه. اكيد من خلال جميل نقول ان شاء الله المصري كل جمهور النادي الاهلي ان شاء الله يكون مبارك عيد اضحى على كل الجماهير، لكن بشكل عام الكل متواجد، كل مجلس الاداره امير متواجد لهذا الاجتماع. خلال الحلقه بالنسبه لك وخلال الساعات القادمه اكيد كل جديد ان شاء الله يكون من خلالك ومن خلال تشوف قناه النادي الاهلي. بشكرك يا كريم، شكرا جزيلا زميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي.